سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم. قبل بدايتها، قبل انطلاقتها، يبدو أن كل شيء مثالي لكرة قدم ممتعة هذا المساء. الجو جميل، الأجواء صافية جدا، الحضور في المدرجات رائع جدا، بقي ما هو على اللاعبين، كل شيء جاهز لتلعبوا كرة قدم. أعطونا ما لديكم، نريد كرة قدم ممتعة في هذا المساء. لا عذر أمام اللاعبين. نتواجد اليوم في ملعب رائع كما تشاهدون الصور، كل شيء مثالي جدا في هذه المدرجات. بداية أحداث اللقاء، مارسيلو، مودريتش، لوكا يلعبها ببراعة، تذهب الكرة إلى خارج المرمى. لا يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد في هذه المباراة، أدركوا صعوبة القيام بذلك. ضغط قوي وينجح في استعادتها. يلعب كرة طويلة، داني كارفاخال، مودريتش، اختراق جميل على اعتاب المرمى، كرة إلى الأمام، تخرج الكرة إلى رمية جانبية. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. كازيميرو، كرة طولية إلى الأمام. يحاول أن يلعب كرة بينية. يحصل عليها كازيميرو. كرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. بكل القوة والإصرار يرفض الاستسلام. يحاول فك شفرة الدفاع. هازارد، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. مساحة خالية على الطرف. تألق غير عادي من الدفاع في مباراة اليوم. جاريث بيل، تلعب الكرة إلى الأمام. مارسيلو يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. يا إلهي، يوم كبير جدا لحارس المرمى. ما هذا التألق، ما هذه الروعة، ما هذه الصدى. سبب أي إزعاج الحارس. يلعب كرة بينية وستكون هنا رمية تماس. قد
تكون هذه فرصته. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تمريرة قوية أكثر من اللازم. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. يسيطر على الكرة. يستعيد الكرة سريعا. كرة عرضية أرضية. لم تمر الكرة العرضية، تبعد بعد ذلك إلى ركنية. يلعبون ركنية قصيرة. الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. تقدم جميل هنا. لمسة بينية. بإمكانه إبعاد الكرة. دانيال كارفاخال يبحث عن زميله. والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. يبدأ الشوط الثاني من المباراة. أسوأ نتيجة في كرة القدم عزيزي المشاهد هي التعادل السلبي. ننتظر ونتمنى أن يكون الأداء أفضل، أن يكون الفريقان على قدر التوقعات ويقدمان أداء أجمل في الدقائق القادمة. يلعب كرة بينية. قراءة ممتازة من الدفاع. كريم بنزيما يبحث عن المهاجم. منافسة قوية جدا جسديا بين اللاعبين. يمر ويلعب كرة بينية. وتلعب عرضية أخرى. مرت الكرة. تسديدة من أول لمسة. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. كرة تصل اللاعب. والتسديد. الكرة في شباك. هدف. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. يتوقف اللاعب الآن. سيتم إجراء تغيير. نتابع وإياكم المباراة بعد أن أصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء. يحاول تمريرها من بين المدافعين. رودريغيز. كريم بنزيما يلعبها على اليمين. كرة تمر بسلام على المدافعين. ريال مدريد يحصل على الكرة مرة أخرى. يستعيد الكرة مرة أخرى. كرة طويلة إلى الأمام. عند المساحة الخالية على الطرف. يتفوق في المواجهة البدنية. يحصل على الكرة. لاعب يستحوذ على الكرة. انطلاق الآن إلى الأمام. يحاول أن يلعب كرة بينية. إمكانية مرتدة الآن. الكرة ملعوبة من مسافة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. هازارد. متابعة موجودة. يلعب كرة. يا إلهي. هدف. ريال مدريد عادوا إلى المباراة مرة أخرى. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. يمر ويلعب كرة بينية. يلعب كرة على اليسار.
يلعب كرة بينية، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، صدى غير عادية، حارس رائع، لمسة بينية، الراية مرفوعة، أظن أنها تسلل. يحاول تمريرها من بين المدافعين، يرسلها إلى منطقة الجزاء. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ يحاول أن يلعب كرة بينية، رمية جانبية، إذن يجرون الآن آخر تبديل لهم. ويلعبها إلى داخل الثمنتاعش، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كرة إلى الأمام، يلعب كرة على اليسار، يمر ويلعب كرة بينية، الحكم المساعد لم يرفع الرأي، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة. حالة من الرضا عند الفريقين، عند المدربين على هذا التعادل. يا إلهي يا الله.